منعن من ارتداء الحجاب، فهل تنصحونهن بالهجرة مع ذويهن من هذه البلاد أم ماذا عليهم؟ أفيدونا مأجورين. حتى لو ما منعنا من الحجاب، إذا كنا يقدرنا على الهجرة، الهجرة واجب، لا يجوز للإنسان يبقى في بلاد الكفار وهو يقدر على الهجرة، لأن الله توعد الذين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها، توعدهم بأشد الوعيد. نعم.